توفيق الملعب التونسي ما ربحش النادي الافريقي من اكتوبر 2000، زعما يتغير المعطى اليوم؟ ان شاء الله ما تاخذ تربي ما انت صحيح ما انت كما قلت من 2000 ما تصنعش، اما كانت المقابلات ما عندها معظمها توفى بمقابلات تعادل، ما كان الملعب التونسي يكون افضل في الاداء. ان شاء الله اليوم ما تعزمين محضرين المقابله كما يلزم. انيس توا ايهاب المساكني وين بالضبط باش يكون مصيره؟ والله ايهاب المساكني قاعدين معاه في مفاوضات كيفو كي برشا جوارات اخرين تنتهي العقود نتاعهم، وان شاء الله المفاوضات هذه تكون في اتجاه الايجابي باش يعاود يصح في الملعب التونسي. مش ماشي للنجم الساحلي ولا ترجي؟ ما عندناش دي زوفرز من النجم، لا من النجم الساحلي ولا من ترجي الرياض. ثلاثة ملاحظات نخرج بها من مباراة ديربي الأجوار بين السيا وستاد. الأولى تخص التغييرات التكتيكية لباتريك لوينغ اللي اعتمد على زوز لاعبي أروقة ذات صبغة دفاعية، حمزة العقربي وسيف الدين العقرمي على اليمين واليسار، وزهير الذوادي كصانع ألعاب لمعاضدة إيزيكيل. اختيارات ناجحة، والدليل أن سيف الدين العكرمي في مركزه الجديد كان مصدر الهدف الثاني والرابع للفريق. سيف لقيت روحك في البوست الجديد اللي جبت بونتو؟ والله الحمد لله، يعني لعبت شوي في الليجيون في البوست هذيك، الحمد لله اليوم يعني كي دخلت البلاصة هذيك لا بون لا برشا ما لعبتهاش، ما الحمد لله واحد عمل عليه وكا نطلب منه الترونر نتاعو عامله وكا. الملاحظة الثانية التعويل على الشبان واللي قام بها المدير الفني للإفريقي واعطى الفرصة لأكثر ما يمكن للشبان مع الأكابر على غرار سيف الدين الجزيري، حمزة العقربي ونجاح علاء المرزوقي في الحصول على ضربة جزاء والتهديف. واحد فرحان الحمد لله، واحد فرحان حتى في شارع مع الكلوب مش حتى يماركا، وكتبت بربي وماركيت ان شاء الله واحد يقدم الافضل باش يزيد يمارك ويزيد يحسن، ان شاء الله نلعبوا بالقدام ان شاء الله الكلوب ديما في البيه. الملاحظه الثالثه تخص مروان تاج الراجع من عقوبه الانذار الثالث والحصول على ورقه حمراء، وبالتالي جمع 4 انذارات واقصاء في 7 لقاءات، وضعية تطرح اكثر من سؤال، خاصه انه في الفتره اللي يلعبها ما كانش مركز وركز على المناوشات اكثر من اللعب. باهي مروان شفناك منرفز برشا اليوم من اول ماتش، فما صارت حتى مشاكل بينك وبين جمهور النادي الافريقي؟ كل ماتش كنت النادي الافريقي ما فهمتش انا معناتها شنو بالبونتويت اللي عنده معايا جمهور الافريقي، ما نعرفش انا سافوار عندهم نجم تسالهم هما، اما انا غالب هذيك انا طبيعتي في الكوره هكاك، معناتها ما عنديش حتى نيه خايبه معناتها كنت الجمعيه ولا جمهور ولا حتى شيء. 45 دقيقة أولى ونبداها الملعب التونسي في مناطق الصياع، إلى أن النجاة غابت في العشرين متر الأخيرة رغم محاولات مروان تاج عن طريق عملية التماس والبحث عن مهدي بن ظفل. إيهاب المساكني العائد للتشكيلة كان قريب من افتتاح النتيجة مع دقيقة 15 بعد تصويبة مباشرة من وسط الميدان كانت غلط أيمن بن أيوب. 22 دقيقة لعب تتغير النتيجة، افتكاك كرة من ذوادي، عملية 1-2 بين ذوادي وأليكسيس، زهير يمهد إيزيكال اللي ضيع إمكانية التصويب عن غير قصد تجيب النفع، بما أنه أليكسيس في الاستقبال بتصويبة قوية ممتازة إغالة الجريدي. التسجيل في بعض الأحيان أمر جيد بالنسبة لي والفريقي، والأهم أن نسجل زملائي والكل في مصلحة النادي الإفريقي. ضغط الإفريقي يتواصل أمام اضطراب دفاع البقلاوة خاصة في الكرة الثابتة، ولأكد ذلك الطريقة اللي ضيع فيها الحدادي المحاولة رغم موقعه المناسب بعد مخالفة من الذود. أبناء الكوكي يلعبوا الهجوم في آخر الشوط بالاعتماد على عملية التماس الطويلة لتاج واللي في أحدها طالبوا بضرب الجزاء بعد تدخل اليعقوبي مع بن ظفل، ثم عملية أخرى كذلك عن طريق عملية التماس وكرة بن ظفل في دين بن أيوب. أول تغيير في المباراة يجي في الشوط الثاني، خروج اليعقوبي دخول المرزوقي للإصابة، ليدخل العيفة للمحور العقربي يصبح ظهير أيمن موقعه الأصل. محافظ عليه لباس؟ والله إن شاء الله لباس، إن شاء الله لباس. شنو هي الضربة بالضبط؟ نعرفش، نجري دقة من تالي في الاسكيو من تالي دقة، إن شاء الله إن شاء الله فما كان خير إن شاء الله. شنو قالك طبيب؟ والله الطبيب قال لي توا ارتاح، قال ما تكملش بها وان شاء الله لاباس. اول هجوم في الشوط مع دقيقه 50 كره من العقربي للذوادي، خرج العقربي كجناح يوزع وزكاري غلط مرماه 2-0.
استاد ترد الفعل عن طريق المساكني دون نتيجة، والتسجيل يجي من جهة المقابلة. علي مرزوقي حاول التصويب في منطقة 18 متر، يدخل معاه مروان تاج. الحكم الياس السويدان يعلن على ضربة جزاء مع انذار ثاني لتاج يساوي الإقصاء. بلال العيفة يسدد ينجح في الأولى، والحكم يطلب إعادة التنفيذ للمرة الثانية. يغير الزاوية يسجل 3-0 في 67 دقيقة لعب، والإفريقي ما يضيعش ضربات الجزاء مع بداية الموسم واللي بلغ عددها 2. رغم التغييرات في استاد بدخول محمد السليتي وكرم معتوك، فأن البقلاوة كانت عاجزة على إحراج الدفاع الإفريقي. 87 دقيقة لعب، العكرمي يظهر إمكانياته الممتازة كجناح أيسر، يتوغل يوزع بالمليمتر لعلي المرزوقي اللي ما يلقى حتى صعوبة ويسجل الهدف الرابع، هو رقم 220 في لقاءات استاد وسيا في 111 لقاء، ويحقق معاه الفوز رقم 58 للسيا، واستاد تبقى عاجزة على الفوز ضد أبناء باب جديد للموسم 11، وثلاثة لقاءات دون فوز لأبناء الكوكي. في المقابل باتريك لوينغ ينجح في المهمة بامتياز، 6 نقاط على 6، ويضع الضغط على المدرب المرتقب الجزائري بن شيخة اللي باش يكمل المهم. قمنا بالواجب بفضل انضباط اللاعبين اللي قدموا مطلبناه منهم، وجاءت الأهداف نتيجة طبيعية لكل هذا الأمر اللي خلانا نصنع الانتصار اليوم. Sur les deuxièmes ballons, récupération et les buts sont venus normalement. C'était rigoureux, sérieux, discipline. J'ai beaucoup de respect pour eux d'avoir adhéré à ce que je voulais. Et on a vu, on a construit notre victoire. Patrick Louvik, les Arabes, les Tunisiens, عمل فارق اليوم على البنك. لا ما شفتش حاجة داير كما حضرنا مش نقول لك جوار بار جوار، ما شفناش كيما لعب ضد حملنف كيما كل النادي الافريقي كيما لعبت ضد الملعب التونسي لو جو ديريكت على زيكال وديفياسيون، هذا هو اللي كان موجود، هذا اللي ريناه حضرنا له، هذا موجود، ولكن ثم اخطاء دفاعيه هي اللي صارت. وإذا وحاجه اخرى اون دي با، معناها سامحني كلمه خاطر كنت انا موجود في الكونفرنس، معنا ماذا بينا شوية رسبي اون دي با جو مون فيش من ليكيب ادفيرس مانون جو مون فيش ساتونيزيان جي ديزامي او ساتونيزيان جو موكيب با دو سبورتيفمون موا سكي مانتيريس جي ديزامي جو غاردري ديزامي سانسير. وين وصلت المفاوضات مع نيس؟ ما فما حتى مفاوضات، معناتها كل شيء كان فما حاجة ربي سهل من زيد مع النادي الافريقي جمعية. نعرف من زيد مع النادي الافريقي قريب من نيس، مازال ما فما شيء يعني قلت لك ان شاء الله في خير ربي سهل وكاو كان جاي